يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. يا أخي، يضحك الله إلى هذا العبد ويستبشر به جل جلاله، وهو الذي ليس بحاجته. من هم يا رسول الله؟ أما الأول فرجل خرج في غزوة للجهاد، فرجع الناس إلا هو صابر، وقف يدافع عن دين الله. هذا الذي وقف في جهاده يدافع ويذود عن دين الله، والله لا يخلى. وقد رأينا بأعيننا هذه الأيام بعض الرجال الذين يقفون على الجبهات والثغور، والله إن النيران تصليهم من كل مكان، وهم صامدون صابرون ثابتون في مكانهم، لا يخذلون من خلفهم. هذا يضحك الله ويستبشر به ويحبه الله عز وجل. من هو الثاني يا رسول الله؟ قال: الثاني رجل عنده فراش جميل وثير وزوجة حسناء، ثم يتركها ويقوم يصلي الليل بين الله عز وجل. الله أيهم أعظم، صلاة الفريضة الفجر أو قيام الليل؟ الفجر أعظم، فكيف إذن بمن أتى إلى الفجر؟ أيضا أجره وثوابه عند الله عز وجل عظيم. وأما الثالث فرجل سافر مع قوم، والسفر تعب وجهد، فلما وصلوا ووضعوا رحالهم وأرادوا أن يرتاحوا وناموا، قام هو يصلي بين يدي الله عز وجل، ترك الراحة من أجل أن يرضي الله عز وجل. انظر ما هي عاقبة الصبر، أن يضحك الله إليهم ويستبشر بهم وينظر إليهم جل جلاله. إذن يا إخوة، لازم نصبر على الطاعة، لأن الصبر على الطاعة يرفع مقامنا.